بالنسبة للمساواة في الأمر بين الأبناء، هل يجب مثل العدل؟ مساواة بماذا؟ يعني بأمر أحد الأبناء. الأخ يسأل عن مساواة في أمر الأبناء، هل يتعين فيها العدل كما يتعين في النفقة مثلا؟ أمر الأبناء لا يتعين فيها المساواة والعدل، لأن الأب حين يأمر ابنه ينظر ما هو الأصلح، حين يأمر بإصلاح شيء في المنزل أو يأمر بقضاء حاجة له، إنما يأمر من يقوم بالمطلوب على أكمل الوجوه، ولا يفعل هذا في حال التجارب حيث يلحق ضرر لو أوصى من لا يفهم أو لا يعقل أو لا قدرة له على القيام بحقوقه ولا قدرة له على وضع الشيء موضعه. فمن حق الأب أن يأمر الابن الذي يراه حاذقا قادرا على القيام بالمأمور به، ولأن هذا التفضيل نتيجة صفات مختصة به لم يكن دافعها المحبة والميل ولا محاولة ضرار بالآخرين أو تهميش الآخرين، فمتى ما كان هذا هو القصد، أعني الصفات الموجودة في هذا المأمور، فهذا لا بأس به. حتى النفقة، كثير من الناس يجهل قضية النفقة بين الأولاد، يتصور أن هذا إذا احتاج إلى 100 ريال فلا بد أن يعطي البقية 100 ريال، وهذا لا أصل له، وهذا لا أصل له، إنما يعطي هذا على قدر حاجته والآخر على قدر حاجته، فهذا مريض يحتاج إلى علاج ب1000 وعالجه ب1000، فلا يعني أنه يجب عليه يعطي الآخرين 1000 ريال. لكن متى ما احتاج واحد من الأطفال الآخرين أو من الأبناء إلى علاج أو لحاجيات أخرى أعطيه على قدر حاجته، الذي أوجب الله فيه المساواة والعدل هي العطية العامة التي لا تتعلق بسبب، كشخص ربح في تجارة 100,000 ريال وأراد أن يعطي أبناءه عطية، فإن في هذه الحالة يسوي بين الأبناء، لما هناك مسوغ للعطاء ليس يجل حاجة فلان أو علان، فيجب أن يسوي حينئذ بين الذكور. واختلف العلماء هل تعطى الأنثى نصف الذكر أم لا، قولان للعلماء. القول الأول أنهم يعطون بالتساوي لأن هذا العدل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه. والقول الثاني أن هذا بمنزلة الميراث، فتعطى الأنثى نصف الذكر، وهذا العدل في ذلك، لأن العدل أن يعطى كل شخص بحسبه، وهذه المسألة اجتهادية وواسعة، والمقصود هو ما يتعلق بأمر الابن، وأن هذا على حسب مصلحة الأب، فمن حقه يأمر من يراه أقوى بالعمل